تستمر التظاهرات في محافظة البصرة لليوم التاسع على التوالي وبوتيرة متصاعدة وبشكل يومي. متظاهرون تحدثوا عن أسباب عودة التظاهرات بعد سلسلة من الوعود الحكومية التي لم ينفذ منها شيء منذ العام الماضي. فنشاهد. طبعاً بالبداية مظاهراتنا مستمرة من يوم 20/6 من يوم الخميس إلى الآن، يعني انطيناهم مهلة لليوم الجمعة. إن شاء الله من اليوم بعد الشباب صبرهم نفذ. الشاب بعد ما يتحمل، الشاب قاعد يموت من الجوع، البصرة ماتت من الجوع. نتمنى من الشارع، نتمنى من الجماهير، ونتمنى من البصرة كلها تطلع ويانا وتآزرنا أن الفجر الجديد هو قادم، وإزالة الفاسدين والمفسدين لا محالة، وسنركنهم في مزبلة التاريخ. وعليه نحن كشباب البصرة وشيبة البصرة لا نيأس كما قلت، برغم من المأساة التي نمر بها. هناك لدينا أمراض سرطانية، وهناك لدينا تلوث في المياه، وانعدام التيار الكهربائي المتقطع، وليس هناك خدمات، وليس هناك مستشفيات أو مدارس، وليس هناك أي شيء. بالرغم كل هذه المأساة نحن مستمرون في التظاهر والمطالبة بحقوقنا. فعلى الفاسدين أن ينتبهوا إلى واقعهم، واقعهم المر والمرير. سوف تدور الدوائر عليهم يوما ما، وسوف تكون هناك الثورة، والثورة العارمة العظيمة باسم الشعب العراقي، وسوف نتخلص منهم جميعا إن شاء الله في مزبلة التاريخ. الفعالية الوحيدة والمشروع الوحيد اللي نجحت به الحكومة عادة تدوير الفاسدين، هذا البطل يعرفته، هو بطل ماي، هو ابريق، هو صحن مال اكل، هاي البلاستيك بزمن صدام، ساعه ابريق، ساعه صحن بلاستيك، من رئيس وزراء يرجع الى نائب رئيس الجمهوريه، من نائب لا يصير سفير بعمان، من نائب يصير سفير بتركيا، وكلها هي نفس الحكومه. هذا البطل ترجع تنفخه بطل ماي، ترجع تشرب بيه ماي، نفس الكاسه ونفس الحمام، ماكو اي تغيير، ماكو. هذا الشعب يمتى يثور؟ يمتى يطلع؟ يمتى يتحرك؟